بالنسبه لبي مي بدلتو قطعت انا نهار 14 انو لا وليد يعطوني انا 15 ولكن المشكله البي اللي كان خلصت الاول مشى ليا دابا الثاني خلصته خلصت 32000 يعني الاولاني اللي كان عندي 46000 ضاع دابا خلصت الثاني وضروري دير تحليله ديال التيست باش توصل ان شاء الله بسلامه هذا هو اللي كاين وبالنسبه للاجراءات لداخل مزيانين غير كنتمنوا حنا نحترموا الناس بعضياتنا هادشي اللي كنتمنى كاين الفول ولكن نهار 15 غيحبس الفول 15 غيحبس الفول الناس اللي عالقين هما اللي غيمشيو الاولين بالنسبه لنا من الناس اللي عالقين في المغرب اللي عالقين وبالنسبه اللي غيمشيو لتوريس غيعطيهم الفول شويه معطل ما عرفتش والله ما عرفت بالنسبه لاختي هادشي اللي قالت لي ها بدلوا لي عطوني نهار 15 انا عالقه من الناس اللي عالقين هنايا ايوا الحمد لله على كل شيء من 4 الصباح وانا كاينه هنايا من 4 الصباح انا كنتسنى الحمد لله خويا الله يحفظك خويا جينا البارح انا والمدام ديالي غادي نقطعوا نمشيو للانجليز ياك 4 شهور حنا حاصلين هنايا وغادي تخرج على خدمتي جينا البارح كنتسناو 6 السوايع ولا 7 السوايع ما داروا معنا والو جينا اليوم البارح ما خديناش الورقه جينا اليوم لقينا الناس ديال البارح غادي يدخلوا وهاد لاجونس بدات حتى ل10 طلعنا للسياج في حي المطار ما داروا معنا والو قال لك جي لاجونس هنايا كيتكرفصوا على عباد الله وهذا الشيء راه ماشي معقول خاص يدار ليه حل ماشي معقول هذا الشيء وما عرفناش شنو غنديروا مع هاد الناس فينا هو الدوله فينا هما هاد الناس اللي غادي يهضروا على هاد الشيء راه ما كيتعاملوش مع البشر كيديروا بحال الحيوان حتى كتشوف البارير وكتشوف هاد الشيء هنايا ماشي بشر هذه ماشي معامله ديال البشر هاد الشيء الله يخليك خاص دير ليه حل خاص تدخل السلطات ودير الحل لهاد الشيء هادشي كاين ما بقيناش بشر ولينا حيوان هنايا وهذا الشيء راه ماشي معقول كيتكرفصوا على عباد الله او يوميا هاد الحاله يوميا فينا الدول فينا هو التباعد وفينا هو هاد الشيء كورونا دابا كورونا راه ماشي معقول فينا هو هاد الحجر الصحي فينا هو هاد النظام فينا جمينا في الشعارات الخاويه الله يداد الناس هادشي اللي نقول الله يداد الناس السلام عليكم انا من الجاليه الايطاليه هذا هو الثاني في البي اليوم دابا هذا الوقت خاصني نكون انا في المطار عندي الطياره رويال الماروك مع جوج لاروب يعني خاصني نكون في المطار هذا الوقت وهنا دابا هنايا قدام لاجونس رويال ماروك يعني الطياره تلغات ما عرفناش علاش ما عرفناش كيفاش والله يرحم ديك راه بغينا نمشوا لبلادنا راه هذا ماشي هو البي الاول هذا راه هو البي الثالث هذا راه البي الثالث وكنتمناو ان شاء الله ديروا لينا حل عليكم اخويا شفتوا هاد الحاله اللي وقعت لينا مع الشركه ديال الارام بغينا نصيفطوا وليداتنا حاصلين هنا مع القرايه عندهم مدرسه ديالهم ومقطعين دونك البي ديجا مقطعين هما لي بي ديالهم واني لو ليهم لو بي وجينا البارح ما كاين والو كيشدوا النمره التليفون ما كاين اللي كيتصل بيك ما حتى شي واحد الانترنت بلوكي اليوم عاد بداو كيحلوا تيقطعوا الناس جداد ولي بي الناس كاين مقطع حتى لجوج مرات كاين مقطع حتى لجوج مرات ما كيسوقوش لهم الاخبار ما صيفطوا لينا لا ميساج ديال اني حنا راسنا كنقلبوا على الاخبار من عند الناس برانيين ما كيوصلنا لا ميساج لا والو وهذا الشيء راك شفتوا الحاله ديال الناس ومع هذا المرض مع كورونا ما كاينش لا مسافه ما كاين لا الكول ما كاين حتى شي حاجه ما كاين لا احتياطات لا والو ودابا المشكل انه بعض الناس اللي دخلوا دابا سبقونا حنا دابا شادين الصف الناس اللي سبقونا قال لك دابا اللي دابا داروا معاهم حل كيبيعوا لهم البيي مره اخرى خلصي البيي وخصهم يعاني اليوم رغم انهم غير مسؤولين على 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 لانيولاسيون هما اللي قطعوا ولا راهم كتقطع كتقطع قطعت لو 11 لو 12 لو 13 لو 14 ما يمكنش قلنا ما قطع حتى لو 15 هما عندهم لي بيي بلي نيميرو دو فول ديالهم اكسيتيرا ودابا اللي دخل كيعاني لي ولي وكيخلص ثاني ان دوزيام بيي وما كاينش سي سيغ مخلصي البيي عاد مشكل ثاني ديال لو تيست ما عرفناش دابا حنا جايين ما عرفناش واش اللي غيمشيو من المغرب يديروا لو تيست ولا ما يديروش بالنسبه للناس في فرنسا قال كاين لو تيست هنا الا كان لو تيست ثاني خصهم ما عارفينش واش لو تيست غادي يحسبوه من لادات فاش خداو العينه ولا لادات ديالهم اللي غياخذ الريزولتا عندي انا مشكل ديال خويا واختي حاصلين فرنسا بنت حاصله هنا خويا واختي حاصلين فرنسا مشكله عندهم كاين لو فول من باري وهما في لاغوشيل خصو 7 السوايع باش يوصل لباري
وفي فرنسا عرفتو كاين عيد العيد الاستقلال ديالهم وجا البون ديال الحد ما عندهمش فين يديروا التحاليل ما عندهمش وغير باش يمشي من لا روشيل لباري خصو سبعة سوايع في التران اوكي شكرا بارك الله فيك الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرجو من السلطات وكلنا ثقة فالدولة المغربية أن يتدخلوا بأسرع وقت. الآن كما تلاحظون مكتب الخطوط المغربية لا يمكن لنا الدخول، لا توجد مسافة أمان، لا يمكن لنا الدخول أو حجز رقم. الآن تعقدنا بالدخول إلى مكتب الخطوط، فالآن لنا ما يقارب 3 ساعات وأكثر باش ندخل المكتب الخطوط المغربية. نرجو من السلطات بالتدخل العاجل لحل أزمتنا. أنا رجل الآن عالق لي 5 شهور لم أخرج، وأتمنى وكلنا ثقة أن يحلوا بأسرع وقت حل أزمتنا. حنا كما نعاني الآن، والناس كما تلاحظون والكاميرا التصوير تلاحظ الناس الآن صفوف قادمة، لم نتمكن بالدخول أو حل جذري يحل وضعنا هذا ودمتم سالمين.